في خبر آخر مشاهدينا، حقق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض إيتكس الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة. طبعا لو نبغى نتكلم عن إيتكس وهذا المعرض عن اهتمامه والمجال اللي هو يهتم فيه تحديدا، يمكن شفنا اغلبنا في تويتر هذا اللي صاير كل احد يشارك فيه بعض القصص وغيرها. يعني مثلا انا اليوم كنت اقرا تغريده اب فخور ببنته وغيره، يكون إيتكس واحده من المنصات اللي هي مهتمه بالتكنولوجيا وايضا الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم تحديدا. وجميل جدا يكون في مشاركه سعوديه شبابيه في كوالالمبور، يعني في عاصمة ماليزيا. أكيد طبعا. شوفي أنا دائما أرى أنه هذه الجوائز يعني لما بنحصل عليها، صححي لي يا رؤى، أنا بحس أصلا الدخول في مثل هذه المسابقات يمكن إحنا هدف الفوز هدف أساسي، ولكن الخبرة أيضا لما بتروحي بتقفي أمام منافسين وأمام تحديات، وخاصة لما تكون بعض الجوائز والمنافسات دولية وعالمية، أنت بترجعي حتى ولم تحصلي على أي جائزة، أنت بترجعي مضاف إلى خبرتك خبرة، وإلى معرفتك معرفة، وثقافات جديدة واختبارات جديدة. فهذا الشيء دائما يعني لما نحرص عليه ويتواجد خاصة في فترة الطلبة والطالبات في هذه الفئة العمرية، لأن هذول هم على فكرة اللي هيمثلونا بعد كم سنة، وهم هذول اللي هيكونوا هم رجال المستقبل. صحيح. لبنى خليني كمان